الدولية، وهذه المرة حول قضيتين غاية في الأهمية كنا قد ناقشناهما في المؤسسات الكرمية، ولكن لأننا لم نجد الإجابة الشافية مباشرة تحولنا إلى معالي وزير الحكم المحلي المهندس الأستاذ مجدي الصالح. أسعد الله صباحك بكل الخير معاليك. صباح الخير إليك، صباح الخير للمستمعين، صباح الخير لأصدقاء المؤسسة في سجون الاحتلال. أهلا وسهلا، صباح الخيرات دائما وأبدا، وصباح العطاء وصباح الاستماع والاحتواء لكل شكاوى المواطنين دائما وأبدا كما اعتدنا وتعودنا. يعني نحن اليوم نناقش قضايا كنا قد تطرقنا فيها بصراحة حسب التسلسل البروتوكول المعمول به في إيصال صوت المواطن إلى الجهات المختصة عن موضوع رفع رسوم بدل نفايات البقالات والمحال التجارية التي كانت قد فرضت مع مطلع العام الجاري من 80 دينار تحولت إلى 2000 شيقل، ولم يتم إشعار التجار أو المواطنين مسبقا. وحول الاستفسار قيل لنا من البلدية أنه نظام تم الإقرار عليه من قبل أعضاء المجلس البلدي والوزير على معرفة في هذا الموضوع، ولذلك كنا قد أصرينا على أن نستفسر ونستوضح الصورة من خلالك معاليك. بكل تأكيد من حق المجلس البلدي ووفق الأنظمة المعمول بها بوزارة الحكم المحلي أن يعد نظاما لاستيفاء رسوم النفايات يسمى نظام المكاره، وهذا النظام يفصل كافة الرسوم المتحصلة على النفايات لكافة المهن والمنازل والمنشآت العامة، ويرفع هذا النظام إلى وزارة الحكم المحلي ليتم دراسته والمصادقة عليه، ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية بعد إقراره من الوزارة، ويعتبر نافذ بعد 15 يوم من نشره في الجريدة الرسمية. ولكن كان على الهيئة المحلية أو أي محلية أن تقوم بالتشاور والاجتماعات المكثفة مع مؤسسات الهيئة المحلية المختلفة من أجل إعداد هذا النظام، بحيث يصدر هذا النظام أن يكون عادلا ما بين مصلحة المواطن ومصلحة البلد. نعم، يعني هل سيكون مثلا حتى نطمئن السادة المستمعين والمشاهدين يعني ربما اتصالات من قبلكم مع مقر ودار البلدية في طول كرم للمراقبة من خلال الحكم المحلي على هذا الموضوع، وحتى يتم اتخاذه بشكل عادل بصراحة حتى لو كان قرارات بالرفع، ولكن أن تكون منطقية ووفقا لطبيعة الغلاء المعيشي الذي نعيشه؟ بكل تأكيد أختي الكريمة والمستمعين الكرام، الأصل في تقديم الخدمة أن تسترد الخدمة بالحد الأدنى تكاليف هذه الخدمة. في قطاع النفايات العديد من الهيئات المحلية قامت بإعادة دراسة تكاليف خدمة النفايات وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، حيث في بعض الهيئات المحلية أن الهيئة المحلية لا تستطيع استرداد تكلفة الخدمة وبالتالي تبقى في عجز دائم، ويؤثر سلبا على أعمالها لصالح المواطنين في كافة مناحي الحياة، وبالتالي يتم دراسة الخدمة وتكاليف الخدمة بشكل دقيق وبشكل علمي وبشكل مهني، ثم يصار إلى إيجاد هذا النظام وإقراره حسب الأصول وفق القنوات. نعم، وخاصة أن هذا القرار هو يدرج ضمن ما يسمى باللوائح والأنظمة الخاصة بالنظام الصادر من أعضاء المجلس البلدي، وهو قابل للتعديل، وبذا هو ليس بمادة قانونية نصا حرفا يجب التقيد بها، بل على العكس تصبح أكثر مرونة إذا كانت نظاما قابل للتعديل بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين. هذا مهم جدا أن يؤخذ بعين الاعتبار. نعم، بكل تأكيد أختي الكريمة، النظام والرسوم المعمول فيها أو في الموجودة في النظام المقر هي الحد الأقصى، ولا يجوز للبلدية جباية أكثر من ذلك. نعم، ولكن يجوز للمجلس البلدي أن يتعامل بمرونة بأن يجبي أقل من ذلك إذا افتأى أنه قد أخطأ أو أن هناك صوابية في تخفيض رصيد ما لأي شريحة ما،
وكذلك وقابل للتعديل وبكل سهولة أن يقوم بتعديل هذا النظام، وإجراءات تعديله ليست بالصعبة وليست بالأمر الذي يأخذ وقت طويل. يقوم بتعديل هذا النظام إذا لم يتوافق مع رغبات أو لم يتوافق أو كان فيه ظلم أو إجحاف لأي شريحة من الشرائح الموجودة داخل هذا النظام، وممكن تعديله بأي وقت وبإجراءات بأقل من شهر يمكن تعديل هذا النظام. ونأمل أيضا أن تكون هذه المتابعة من خلالكم معاليك. ولكن هنا نتحول إلى بلدة علار فيما يتعلق بصراحة واستياء المواطنين المزارعين على وجه التحديد أو مالكي الأراضي بشأن ضريبة رسوم المزارعة، التي ذكرت البلدية أن هذه الضرائب تتمحور حول فرض جباية رسوم بأثر رجع من العام 67 ولغاية اليوم، وهي وسيلة ربما مساهمة ومساندة لميزانية البلدية. لكن يعني جاء قرار من الحكم المحلي بأن هذه الضرائب مجحفة غير قانونية وغير شرعية، إلا أن البلدية لم تتخذ قرارا حتى اللحظة بعدم العمل بها. لا تستطيع البلدية أن تجبر رسم غير مقر أصلا، إما بقانون أو بنظام ومصادر عليه الحكم المحلي أو بقانون. لا تستطيع البلدية جباية أي رسم، وبالتالي إذا كان حتى لو كان قرار المجلس البلدي مخالف للقانون فهذا القرار غير قانوني ولا يمكن تطبيقه، وسنمنع تطبيقه في وزارة الحكم المحلي. كما أسلفت يجب أن يكون هناك الرسوم تجب بقانون أو بنظام، وخلاف ذلك فقرارات مجلس البلدية باطلة. ونتمنى أيضا أن يتم الرد على الكتب التي وجهت للبلدية من قبل الحكم المحلي بصراحة، حيث لم يتم الرد على قرار الحكم المحلي بإبطال العمل بمثل هذه الضرائب التي يتم جبايتها من المواطنين. نأمل متابعتكم معاليك لهاتين القضيتين. بكل تأكيد بالمتابعة، وعلى ما أعتقد أن اليوم سيكون هناك متابعة لأعمال بلدية طول كرم لعدة شكاوي وصلت إلينا بالخصوص، كما أن المجلس البلدي الحالي هو لجنة تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات، وبالتالي كان هناك تعميم صادر من قبل الوزارة للتوقف على عدة إجراءات ما فيها التعيينات وما فيها الترقيات وكذلك مشاريع استراتيجية طويلة المدى أو إعطاء شيكات آجلة. كل هذا يحتاج إلى موافقة من وزارة الحكم المحلي في حال إقراره من لجنة تسيير الأعمال في أي محلية. نعم، إجمالا نشكرك جزيل الشكر على هذا الوقت وهذه الإجابات، وإن شاء الله أن تكون النتائج مرضية وعادلة لكل الأطراف في القضايا التي طرحناها مع معاليك معالي وزير الحكم المحلي المهندس مجدي صالح. أشكرك جزيل الشكر، ونواصل مع حضراتكم في مشوارنا الصباحي في برنامج طلة فجر والمزيد من الفقرات وكذلك المعلومات التي ستكون بحوزتكم.